بالنسبه لنا حنا متصدرين البطوله كما شاف الجميع، الجماهير اللي جاوا حضروا، الجماهير بحال اللي كتوصل لك واحد الميساج، كتقول لك حنا راه مازال باغي البطوله 20. هذاك الشيء اللي دخلنا من اول مقابله ما كانت سهله. فريق يوسفيات برشيد كيديو مقابلات جميله، عرفنا المقابله ما غتكون سهله، كما كعرف الجميع حنا كنا لعبوا المقابلات لحد الاربع كيكون واحد شويه ديال العياء، بحال هذه المقابلات خصك تعرف كيفاش دير ثلاث نقاط. الهدف ديالنا هو البطوله 20 ان شاء الله. اول حاجه كنشكر الجمهور اللي جا ساندنا، وكنشكر اللاعبين اللي هداو لي هاد الفوز في عيد الميلاد ديالي. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.